السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض تحليل الـ ALT والـ AST، والتحاليل ديت من ضمن الـ Liver Functions، و10 تحاليل الـ Liver Functions عندنا الـ ALT والـ AST اللي هما الـ GBT والـ GOT والـ Bilirubin Direct والتوتال والجاما والألكلين فوسفاتيز والتوتال بروتين. أول حاجة تحليل الـ ALT ده عبارة عن Abbreviation للـ Alanine Amino Transferase، وتحليل الـ AST اللي هو عبارة عن Abbreviation للـ Aspartate Amino Transferase. أول حاجة عشان نشتغل التحاليل ديت انا بكون شغال من الشركه بتاعت سبير اكت، طبعا على حسب البامفلت بتختلف على حسب الشركه. طبعا بالنسبه للاي ال سي عندي هنا من البامفلت بتاعتنا بيكون عندي ريجنت ار 1 وريجنت ار 2، بيكون عندي تو ريجنت. الريجنت ار 1 تمام يبقى بالشكل دوت كده، ومعايا ريجنت ار 2 تمام، وبيكون معايا تيوب فاضية تمام. كل اللي انا بعمله ان انا باخد الريجنت، باخد كمية من الريجنت ار 1 حد العلامة ديت، وبدوب فيها بورس من الريجنت ار 2 تمام. وده طبعا نفس الكلام في الاي اس تي يعني تمام كده. طيب طبعا بالنسبة للمعدات الخاصة بالاي ال تي، انا بفعل الالاناينا مع الالفا سيتو جلوتريت اللي هي عباره عن جلوتاميت، يعني مع الاوكسو جلوتاميت في وجود الاي ال تي اللي هو عباره عن الالاناين امين ترانسفريز، بيدينا الجلوتاميت مع البروفيت. بفعل البروفيت في وجود الناد اتش مع الاتش موجب، طبعا بيكون عندي ال دي اتش بيديني اللاكتيت مع الناد، وطبعا بيطلع عندك ميه يعني. طيب اول حاجه كميه عشان اشتغل الحل دوت زي ما قلت بيكون عندي محلولين ريجنت ار 1 وريجنت ار 2 تمام. بملى لغايه العلامه بالظبط وبدوب فيه قرص تمام. طيب عشان اشتغل التحليل دوت حسب البامفلد بتاعتنا باخد 500 مايكرو من الريجنت على 50 مايكرو من السيرم، ونفس الكلام موجود في الاي اس تي يعني. ده الريجنت الخاص بالاي اس تي، نفس الكلام زي ما قلت عندي الريجنت ار 1 والريجنت ار 2. كل اللي انا بعمله برده زي ما قلت بيكون معايا انبوبه فاضيه بالشكل دوت كده، وبملى لغاية العلامة وبدوب فيها القرص، وبرضه نفس الكلام في الشغل برضه باخد 500 مايكرو من الريجنت على 50 مايكرو من السيرم تمام. بيكون عندي انبوبتين بالشكل دوت كده، انبوبة للاي ال تي وانبوبة للاي اس تي. طبعا تحليل الاي ال تي والاي اس تي مالهمش ستاندرد، وزي ما قلت انا حضرتهم دوت الريجنت الخاص بالاي ال تي ودوت الريجنت الخاص بالاي اس تي. زي ما قلت هاخد 500 مايكرو من الريجنت على 50 مايكرو من السيرم. سميت مايكرو بالشكل دوت كده تقوم في الاي ال تي. خمسين مايكرو من الاي اس تي. تمام. طبعا تحليل الاي ال تي والاي اس تي من التحليل الكايناتيك اللي انا بضيفها في الجهاز على طول، طبعا زي الكرياتين الخاص بالكيدني فانكشنز يعني. طيب فجهز الجهاز على طول على الاي ال تي تمام. واضيف العينه من عند السامبل هنا ان شاء الله. طبعا انا بكون ساحب العينه على سيرم وبفصل العينه في السنتر فيوج تمام. زي ما قلت هاخد 50 مايكرو من السيرم. تمام بالشكل ده كده. ودي الانبوبه الخاصه بالاي ال تي. هضيف طبعا ال 50 مايكرو على طول راح مدخلها على الجهاز مباشرة يعني تمام بالشكل ده كده. ونشوف النتيجة هتظهر عندنا كام بعد ما الكيرف يخلص.
تمام، نتيجة الـ ALT عندنا 24 و84، اللي نقول 25 يعني. هندخل بقى دلوقتي الـ AST، سامبل تمام. طيب خدت 50 مايكرو من السيرم بالشكل دوت كده، وهضيفها على 500 مايكرو من المحلول الخاص بالـ AST بالشكل ده كده، وأقلب. خدها بقى الجهاز على طول، شوف النتيجة تطلع معانا كام. تمام، نتيجة الـ AST عندنا 21 و78، اللي هي 22 يعني. ده ريبورت النهائي بالنسبة للبايو كيمستري ريبورت، بالنسبة للليفر فانكشنز عندنا، بالنسبة للـ AST اللي هو اسبرتيت امينو ترانسفريز، لجي او تي النتيجة عندنا 22، بالنسبة للـ ALT اللي هو عبارة عن ابريفيشن للالانين امينو ترانسفريز اللي هو الجي بي تي، النتيجة عندنا 25. طبعا بالنسبة للريفرنس رينج عندنا بالنسبة للميل بيكون اب تو 40. إن شاء الله بكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.